لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. شتوني والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عشان نجم الجماهير في كل مكان، أهلا بكم في لايف جديد. الأحداث هادية نايمة مستقرة، اللهم إلا من أحد المذيعين الجهلة 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 وللأسف الشديد يتصدر المشهد في قناة أون سبورت التي تحتكر بطولة الدوري العام. هذا المذيع يدعى كريم الخطاب، زعما وكتب تغريدة، أول مرة أشوف حد بيكتب كده، يعني ما تعلمش لا إملة ولا نحو ولا تعبير ولا أصلا خد حصة قراءة، جاهل بدرجة عالية جدا 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 جدا، ولما تزنقه يقول يا طنط مفيدة تعليلي. إيه بقى الجاهل ده بيقول إيه؟ الجاهل ده كتب على تويتر بيقول لك كلام رضا شحاتة معاني هتحوت عن عمولات مسؤولين في النادي الاهلي من صفقات صح بنسبه 100%، واللي عنده دليل عكس كده يا ريت يثبته. القاعده الفقهيه والقانونيه تقول ان البينه على من ادعى واليمين على من انكر، ولانه جاهل باساسيات العمل الاعلامي وبالثوابت الاعلاميه، وطبعا شغال اعلام بالواسطه عن طريق طنط مفيده، فالواد كريم خطاب لهبل عبيط، لهبل الواد، لهبل لهبل. بيقول لك ايه؟ واللي عنده دليل عكس كده يا ريت يثبته. يعني بقى خلي هنا الاصل ايه؟ الاصل هنا بقى كل الناس في النادي الاهلي بتوع سمسره وعمولات بنسبه 100% زي ما هو بيتكلم وبيقول. واللي عنده دليل غير عكس كده يثبته. يعني هاتوا مسؤولين النادي الاهلي الجماعه الموجودين دول كلهم نقول لهم انتوا عندكم بتوع سمسره وعمولات. واللي عنده دليل عكس كده يثبته. شايفين العبقريه في الكتابه؟ شايفين الابداع الهميوني للناس الفاشله اللي شغاله مذيعين بالواسطه وفي القناه اللي بتحتكر الدوري العام؟ الله يخرب بيوت، ما اعرفش فين اخونا اسامه الشيخ من العيال دي، الواد اتجن ولا فوت ولا ما بيعرفش يكتب ولا ايه؟ الله يخرب بيت كده. قال لك واللي عنده دليل عكسي كده يثبته. يعني المساله ان مسؤولين الاهلي بتوع سمسره وعمولات وقال لك صح بنسبه 100%، يعني ما سابش 1% للشيطان، ان واحد مثلا ربنا يهديه من النادي الاهلي، لا كلهم بتوع سمسره وعمولات، كلهم بتوع سمسره وعمولات. دخلت افهم الواد ده يا ابني ان القاعده الفقهيه بتقول البينه على من ادعى واليمين على من انكر، فانت دلوقتي بتدعي على مسؤولي النادي الاهلي ان هم بتوع سمسره وعمولات، جبتها منين يا ابني؟ اما رضا شحاته قال لك الوسط كله في سمسره وعمولات، وفي ناس بتاخد عمولات على الصفقات اللي بتجيبها وفينا. طب الفكره بقى هنا، انت لما تكتب وانت مذيع تتصدر المشهد الاعلامي، اخر واحد في القناه ماشي، اخر واحد في الصف ماشي، انت عمرك ما بتيجي لا قبل شوبير ولا ابراهيم عبد الجواد ولا سيف زاهر ولا اي حد ولا حتى بلال الله يمسيه. القضية ايه؟ القضية ان حد يطلع يتهم الناس بالباطل. يعني لما انا اقول التويتة دي كلام رضا شحاتة مع هاني حتحوت عن عمولات مسؤولين، مش مسؤول، مسؤولين يعني جامع في النادي الاهلي من صفقات صح بنسبة 100%. طب صح يا ابني بنسبة 100% وانت شغال اعلام؟ ما انت شغال بواب مثلا، يعني ما انت شغال بواب، ما انت شغال كمساري، ما انت شغال سمكاري، ده انت مفترض انك مذيع. لما هو سليم يا ابني 100% ما شفناكش على الشاشه بتقول له ليه؟ ما شفناكش يعني تنفش ريشك كده وتعمل نفسك بقى مذيع بجد، مش شغال بالواسطه وبالتلسين وبنقل الكلام وبشغل النسوان بتاعك ده. لما انت يا ابني بتفهم في الاعلام كده ما شاء الله عليك وبتقول حكم مطلق كده، يعني الحكم المطلق اغبى حاجه في الدنيا انك تقول حكم مطلق. يعني ايه حكم مطلق؟ يعني تقول كل كذا كذا او كل كذا كذا، لا ينفعش تقول كله، قول اغلبيه، قول بعض، قول القطاع العريض، قول القطاع القليل، النسبه الكبيره، النسبه الصغيره، لكن قال لك بنسبه 100%. فبالتالي لو المسؤولين في النادي الاهلي خدوا بالهم من هذا الكلام الذي كتبه ذلك الجاهل كريم خطاب يبقى الموضوع له رؤيه ثانيه. والله انا دخلت افهمه وتعاملت معاه باحترام الصراحه، لكن لقيته جاهل في الاخر. لقيته جاهل، ويعني ايه المساله عنده شله ان هو واصحابه ومش عارف ايه وكلام بالشكل ده. انا محروق ليه يا سيدي؟ انا محروق مش دفاعا عن النادي الاهلي، دفاعا عن القيم والثوابت الاعلاميه اللي واحد جاهل زي ده بيتصدر المشهد الاعلامي دلوقتي وبيطلع على الشاشه وبيقول كذا وكذا وكذا وكذا.
حد جاهل بهذا الشكل يجب ان الاستاذ اسامه الشيخ يوديه كي جي 1 اعلام، يعني يروح يدرس اعلام، يتعلم اعلام، يفهم يعني ايه كتابه. مش المساله مش كل اللي جاي لك بالوسط يا استاذ اسامه تشغله. اه مفيده ليها خاطر، انا عارف ان مفيده ليها خاطر عندكم، لكن مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. ما انت عندك ناس زي الفل وزي الورد، حد زي ابراهيم عبد الجواد بيفهم ومحترم، حد زي سيف زاهر بيفهم ومحترم وهكذا، لكن ده ما ينفعش يطلع على شاشه، ده عيل جاهل كاتب بيقول كده يا عم اسامه، كاتب بيقول كده، بيقول لك كلام رضا شحاته مهني اعتراض عن عمولات مسؤولين في النادي الاهلي من صفقات صح بنسبه 100%. طب مين يا ابن المسؤولين؟ ما تطلع تقول لنا مين المسؤولين، ما تطلع تقول مين المسؤولين. هو انت شغال مكواجي ولا شغال اعلامي؟ هو انت بتاع اعلام ولا بتاع دوره؟ هو انت بتاع صحافه ولا بتاع جوافه؟ كتخيبه عليك وعلى اللي شغالها لك، كتخيبه عليك وعلى اللي شغالها لك. كمان مره لما تبقى بتقول احكام مطلقه كده على كل الناس وبتقول بنسبه 100%، الاعلام ما فيهوش احكام مطلقه، الاعلام ما فيهوش احكام مطلقه نهائيه، حاجه واحده بس اللي فيها حكم مطلق، الله. الله هو الواحد الاحد فقط فقط فقط. لكن تيجي تقول كل كذا كذا، لا يعني ما ينفعش اقول كل المصريين كويسين ولا كل السعوديين مش كويسين ولا كل الامارات، لا ما ينفعش، ده حكم مطلق ما ينفعش يتقال. اذا هذا كلام من جاهل يسمى كريم خطاب على تويتر. طبعا الناس، انا اول مره اعرف انه زملكاوي، وده مش عيب انه يبقى زملكاوي، من حقه يبقى زملكاوي ومن حقه يبقى اهلاوي واسماعيلاوي وترسناوي وبورسعيدي وكل حاجه، لكن فكره انك انت عشان تنول رضاء ابن الحرامي تبقى انت بتشتم المسؤولين في النادي الاهلي، لا عيب يا ابني، عيب يا ابني مش كده، عيب يا ابني مش كده. لو مفيده حطتك في اون سبورت، مش معنى ان مفيده هتدخلك اون سبورت معناه انك تطلع تبس سمومك على في كل مكان بجهلك وغبائك اللي عمال يشع في كل حته. ده عيل جاهل ومريض نفسي. ايوه انا معاك انه مريض نفسي. مين شتمه؟ امير مرتضى؟ والله يا امير من حقه يشتمه لو هو بيكتب بهذه الاحكام المطلقه. ما هو برضه فرقه الزمالك فرقه كويسه، والنادي نادي كويس، والفرقه ماشيه كويس، هتلاقيه خاب برضه وقال باي حاجه. لكن الجهل الشديد ده شيء غريب جدا 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 جدا، انك تقول المسؤولين يبقى حكمك حكم مطلق. الاحكام المطلقه غباء مطلق. الاحكام المطلقه غباء مطلق. وده شيمة العيال اللي شغاله اعلام بالواسطه. اي حد اشتغل اعلام بالواسطه يبقى مش عارف القواعد، مش عارف المصيبه. قول لي معيار انك انت تطلع مذيع وتطلع على الشاشه بأماره ايه؟ لما تقول حكم مطلق بالشكل ده وتسيء الى قلعه عظيمه والى نادي عظيم والى مسؤولين يديرون هذا النادي، دي كارثه. فبالتالي حد متخلف بالشكل ده يقول حكم مطلق 100%، 100% ما ينفعش يا ابني تقول حكم مطلق 100%، ما ينفعش. اقول في كذا، ولما اقول انا دوري اعلامي اطلع في برنامجي اقوله، لكن ما ينفعش يبقى ان انا اقول حكم مطلق بهذا الشكل. طبعا هو عيل صغير واحنا بنحاول تعلمه والله وفهمه بحسن نيه الى ان تطاول عليه يعني، وبالعكس هو من حقه ان هو يتطاول. لو هو ما ترباش يتطاول عادي يعني، ما عادي التطاول من حد في صغير الواحد دخل يعلمه ويفهمه حاجه للدنيا، انك ما ينفعش تقول حكم مطلق، ما ينفعش تقول حكم مطلق، ما ينفعش تقول حكم مطلق. عندك حاجه قول فلان عمل كذا، فلان سوى كذا، فلان بدر منه كذا، لكن اقول مسؤولين الاهلي واقول بنسبه 100% ما سابش 1% ولا 5% ولا 7%. طب انا رجعت الفيديو اللي رضا شحاته، رضا شحاته ما قالش مسؤولين في الاهلي، بتكلم على مسؤولين بصفه عامه في الكوره المصريه، لكن الراجل ما قالش مسؤولين في النادي الاهلي، ما قالش مسؤولين في النادي الاهلي رضا شحاته، ما قالش مسؤولين في النادي الاهلي حصلوا على عمولات وسمسار. واللي عنده حاجه يا جماعه من في اللغط ده اللي بيدور في النادي الاهلي على النائب العام على طول، اطلع بيه على النائب العام، اطلع بيه على النائب العام، ما تقعدش بيه المكان دلوقتي ما يلوك السمعه والالسنه، ها اطلع بيه على النائب العام. زي ما احنا كده طلعنا شطار وجينا في قضيه نادي الزمالك في تجاره العمله، قعدنا نقول مستندات في الاعلام، ثم خدها مننا الاستاذ ممدوح عباس عملها بلاغ، ثم انتهت الى توجيه اتهامات الى مجلس اداره نادي الزمالك السابق. فاللي عنده حاجه يطلع يقولها في يعملها بلاغ للنائب العام،
انت اعلامي؟ الاعلامي بنحاول نقول بلاغ للراي العام، للراي العام، للراي العام. لكن انت مسؤول، روح للنائب العام. فرضاش حاجه مسؤول، شايف ان في سمسره وعمولات يطلع بيها النائب العام. كابتن محمد فضلي مسؤول، شايف ان في بلاغات عمولات وسمسره يطلع بيها النائب العام او يقدمها لمجلس الاداره. ومعلومات انا اللي قلتها قبل كده انه تم التحقيق مع هيثم عراب من قبل كبسات العفيظ للعميد محمد مرجان، واثبت الرجل صحه موقفه وكلفوه بملف المدرب، وشكره كبسات العفيظ على دوره في ملف المدرب. نخرج من الموضوع ده بايه؟ ان الاحكام المطلقه قرار خاطئ 100%. فاللي انا بقوله يعني هو اخويا الصغير، لا اخويا ايه، انا ما اعرفوش اصلا ولا عمري سلمت عليه، والله العظيم ولا اعرفه ولا عمري سلمت عليه. الواحد بس بيتوسم في الناس الخير رغم ان هم يعني قالوا ادبهم او حاجه، وهو قال لي ادبه عليا، بس عادي انا ما بزعلش من حد يقل ادبه، لان قليل الادب اللي ما ترباش في بيته انت مش هتربيه، انت مش هتربيه. قليل الادب اللي ما ترباش في بيتهم انت مش هتربيه. ولما تخش تعلق بيقب يا عمي، بص انا يعني مرتضى بيقبضه الله يتوب عليه، ده ماليش فيه، انا ماليش فيه، انا والله العظيم داخل اعلمه حاجه، انك ما تقولش احكام يا ابني مطلقه على الناس، ما تقولش بنسبه 100% ابدا 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 خالص خالص. ده الصحابه المبشرين بالجنه، الصحابة المبشرين بالجنة منهم من شك في دخول الجنة، منهم من شك في دخول الجنة، زي سيدنا أبو بكر قال لك لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة والله خير الماكرين. سيدنا عمر ولا بعد ما طعن وطلب إن يجي له حذيفة بن اليمان، قال له يا حذيفة أأنا من ده بقى أمين سر الأمة كلها، أأنا من المنافقين الذين أخبرك بهم رسول الله؟ فسكت سيدنا حذيفة، فقال له لا يا ابن الخطاب ولن أؤمن أحدا بعدك. فسيدنا عمر قال لعبد الله ابن وانا وانتوا بتصلوا عليا الجنازة شوف حذيفة بيصلي ولا لا عشان تطمن. فلا حذيفة بيصلي. فأنا عاوز أقول إن مفيش حد يقول كل دي كل دي وإجماع وجمع ومية في المية، ده كلام خاطئ تماما 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 تماما. اتمنى ان الولد كريم خطاب يفوق كده ويتعلم ويلاقي حد يعلمه. وانا بقول لاخويا اسامه الشيخ يا ريت تاخدوا كورس تعلموا الفرق بين الصحافه والجواف، تعلموا الفرق بين الاعلام وبين الكلام من في الحمام، تعلموا ازاي هو يخش يشتغل بواسطه في اي حته، لكن انك انت تقعد قدام ميكروفون وتقعد قدام شاشه لازم يا ابني تثقف نفسك وتعلم نفسك وتتربى اعلاميا كويس، لازم تتربى اعلاميا كويس. ولما حد زي يعلمك تقول له حاضر ونعم، لاني بعلمك عشان انت جاهل، عشان انت جاهل وغبي، جاهل وغبي وقليل ادب، بقولها لك اهو فيديو، جاهل وغبي وقليل ادب لما تغلط في حد زيي. عموما ننتقل من هذا الامر وغباء وتخلف كريم خطاب الى امر اخر. النهارده في يا جماعه وليد سليمان لن يسافر مع النادي الاهلي الى اثيوبيا للمشاركه في مباراه جيما سبورت، كادمه كده عنده، لكن يقال ولا عهد على الراوي ان محمود مرعي اقترب بنسبه 90% من النادي الاهلي. يقال ولا عهد على الراوي ان محمود مرعي مدافع وادي دجله اللي كان بيلعب ديفندر اقترب من النادي الاهلي بنسبه 90%. ويقال ايضا أن نادي العين الإماراتي أو الأستاذ سلطان الرائد أدلى بتصريحات أكد خلالها أن حسين الشحات ليس للبيع الآن. حسين الشحات ليس للبيع الآن. يبقى إحنا دلوقتي بنتكلم على أن محمود مرعي اقترب من النادي الأهلي بنسبة 90%. وإن حسين الشحات الأستاذ سلطان الرائد قال ليس للبيع الآن. ليس للبيع الآن، يعني ممكن يبقى للبيع بعد نهائي كاس العالم. ريال مدريد النهارده كسب اهو 3، وجاريس بيل عمل ثلاثيه روعه، روعه الروعه، روعه الروعه. لا مش شاغل بالي والله يا استاذ احمد، مش شاغل بالي، بس عيل متخلف يعني انا داخل افهمه حاجه واعلمه حاجه، قال لي ادبه تجاوز، اتمنى انه يسترجل ويكمل للاخر يعني. لا انا ما بقدمش بلاغات في حد، انا باخد حقي بنفسي، انا باخد حقي بنفسي، لما حد يتجاوز ياخد حقي في نفسي.
انا باخد حق الناس الصراحه. بلغت في ايه؟ هو راجل اعلامي وانا اعلامي، انا بحاول اعلمه حاجه للزمن، للزمن يدعي لي بعد ما اموت يقول الله يرحمك يا انكل معاط. طلع متخلف وجاهل، طلع متخلف وجاهل يقول لي انا بغازل جمهور النادي الاهلي. يا غازل ايه يا ابني؟ انا اللي عندي بقوله للاهلي وللزمالك، وبدافع عن الحق هنا وهنا، بس مش الحق بتاع خالد الغندور، لا، الحق اللي يرضي ربنا، الحق اللي يرضي ربنا. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله. انا هرد على اسئلتكم خلال الفتره القادمه. ابو اسيل عشماوي منور يا محترم، الله يحفظك. حماده السيد سير وكمل يا محترم، الله يخليك. انت بتشرب شاي ليه؟ في بشرب شاي. اه طبعا والله شاي. ايه ده؟ الشاي والمصحف. استاذ ابو المعطي احبك في الله. استاذ مصطفى عبد العزيز احبك الله الذي احببتني. في صفقه مرعي والشحات بنسبه 100% في الايه؟ والله لو قلت اسمك يا استاذنا الاول الاستاذ محمد عبد العزيز سلمان، انا قلت لك ايه؟ قلت لك محمود مرعي بنسبه 90%. الحاجة التانية قلت لك بالنسبة لحسين الشحات طلع اتكلم من الأستاذ سلطان الرائد عضو مجلس إدارة العين وقال إن مفيش مفاوضات الآن. قال مفيش مفاوضات الآن، يعني وارد يبقى بعد كأس العالم، وارد يبقى في يناير. عادل القيعي مسافر فين؟ عادل القيعي النهاردة كان موجود في النادي مع جيرالدو الجناح الأنجولي اللي انضم من أول أغسطس ولعب أول تمرين النهاردة، وهيسافر الاسبوع اللي جاي يروح يجيب مراته عندها حادث سعيد، وبعدها هيرجع على هنا ان شاء الله. استاذ محمد راو الله يخليك، الله يكرمك، الله يبارك لكم. استاذ احمد كامل، استاذ محمد كرم، استاذ اسامه جلال، الله يخليكم ويبارك فيكم. اي حاجه انا تحت امركم. ايه رايك في موقف نقيب الصحفيين مع مرتضى؟ اعتقد ان نقيب الصحفيين يعبر عن مجلس نقابه الصحفيين لكنه مش فاهم القضيه، واعتقد ان في زملاء متخصصين فهموه منهم الاستاذ محمد شبانه. ومرتضى بيطالبوا انه يجيب له الموافقات على امر غير قانوني موجود في النيابه. فبالتالي استاذ محمد محسن سلامه اكيد فهم الموضوع ده. صفقه احمد الصالح في مفاوضات، وبيقال ان كابتن سيد عبد الحفيظ هينهيها. محمود بتولي اخبار محمود بتولي وابهر المحمدي زي ما قال لي قبل كده محمد فضل. لكن ايه اللي هيحصل؟ الله اعلم. هتشوف امتى انا وزيدان. انا وزيدان باذن الله باذن الله باذن الله على يناير ان شاء الله. الاجراءات تتم وكله خير باذن الله. انا ما بروقش حد يا عم، انا مسكين، انا لا بروق مرتضى ولا بروق كريم خطاب، والله انا ما اعرفوش على المستوى الشخصي، عمري ما سلمت عليه اظن يعني، ولا عمري قعدت معاه شربت حتى شاي، هو الراجل ما يعرفنيش، فممكن يبقى انا اللي غلطان مثلا، انا حاولت اعلمه او افهمه حاجه، حسن النيه مني او غيره على المهنه او غيره على زملاء. ده أمر وارد، لكن لم أتوقع هذا الجهل الذي يشاع في كل مكان. ولفت نظري إن هو عمره ما علم على الشاشة، يعني عمره ما علم على الشاشة ولا أي حاجة، يعني بيطلع كده عامل زي المخلل اللي على الترابيزة، يعني ملوش يعني مش مؤثر، عكس مثلا أحدث الوجوه المنضمة إلى أون سبورت اللي هو الأستاذ إبراهيم عبد الجواد، راجل محترم ويعرف ربنا، ويعرف ربنا. خلال معاملتي معاه لما كنا في إم بي سي، حد يعرف ربنا كويس جدا. طبعا موجود سيف والكابتن شوبير، ناس محترمه، واكيد في اخرين ناس محترمه، والقناه بتعج بالشخصيات المحترمه يعني. ايه تاني؟ متولي وباهر في امل ان هم ينضموا، الله اعلم. واللي كان ماسك المفاوضات محمد فضل، واللي قال التصريح محمد فضل. ارجو الرد، قائمه الاهلي الافريقيه فيها استبدال؟ لا، قائمه الاهلي الافريقيه اللي تأيده خلاص تأيده، لكن في ناس هتتأيد قبل دور المجموعات اللي هيبدا يوم 11 اظن. القاعي فين دلوقتي؟ قالوا النهارده ان هو كان في النادي الاهلي مع جيرالدو، مع والد جيرالدو. لو سمحت ايه الصفقات الاهلي هيجيبها؟ انا قلت رمضان صبحي هيجيبها. لا، حتى الان لا. ايه رايك في القرارات الاخيره للخطيب؟ القرارات الاخيره اللي خدها كابتن الخطيب لا، ليا ملاحظات عليها، منها مثلا ان هو ما قالناش هل في سمسره عمولات تمس سمعه هيثم عرابي ولا لا؟ ما قالناش، ما برقش. ان هو حققوا معايا وكلفوه بملف المدرب وانهى المدرب وقال له شكرا وفقا لنصيحه البعض، وان هو يعني الثلاثه يمشوا. ده غلط، لازم احط حدود للامر. ممكن يبقى ده صح انك بتبعد كل وجع القلب، لكن الغلط انك انت يعني ممكن يبقى في حد مظلوم. يا اما فضل صاحب حق وكلامه مقنع،
يا اما هيثم عرابي بريء، لازم ابقى انا عارف كده. بن عمر ما فيش في الاهلي بن عمر، لان كابتن سيد عبد الحفيظ ابلغ، وغالبا ما فيش اجنبي ابلغ. وكلاء علي معلول جونيور اجاييه، علي معلول جونيور اجاييه. مين التالت؟ مين التالت غير سليف كوليبالي؟ غير سليف كوليبالي في رابع، ازارو بلغ، ازارو وكلاء، ازارو ومعلول وجونيور اجاييه، ان الثلاثي مستمر ولن يرحل في يناير. حته على الشرفين. ده احمد كامل. حته على الشرفين، قال لك الشرفين الشرفين الشرفين. مين يا عم الشرفين؟ الشرفين اللي في نادي الزمالك، الشرفين اللي فيه بلاء، اللي فيه قرار من النائب العام برفع الحصانه عن رئيس نادي الزمالك وتوجيه 5 جنيهات وجنحتين 2 للشرفين في مجلس الزمالك السابق. وليد ازارو مكمل، الله يخليك. انا بشكركم وسعيد بالتواجد معاكم من ان الى اخر، وباذن الله. ايه واحد بيقول اللجنه الاولمبيه اتحلت فعلا؟ يا عم انا ما بخافش غير من اللي خالقني يا ابني، يا ابني ما تسخنيش. اللجنه الاولمبيه حكمها على اللجنه الاولمبيه السابقه وليس اللجنه الاولمبيه الجديده. يعني الحكم ده كان يسري على اللجنه الاولمبيه اللي فاتت. اتحلت اللجنه، يعني مش اتحلت، انتهت مدتها وتمت انتخابات جديده بتشكيل جديد. الحكم ده ممكن ينطبق على الماضي. 2، هل احكام القضاء تسري على فيما هو رياضي؟ لا. بعد اعتماد قانون الرياضه؟ لا، ولا لها علاقه. احكام القضاء العادي ملهاش اي علاقه، اللهم الا ما يخص السمعه الماليه. طب الحكم ده الله ما يتنفس ان خلاص اللجنه الاولمبيه، يعني الحكم ماشي، تعظيم سلام للحكم، لكن اللهم صل على سيدنا النبي، انتهت المده، انتهت المده، مده اللجنه الاولمبيه اللي صدر بشانها الحكم انتهى. الله يخليك يا استاذ خالد صلاح الجزار. ايه رايك يا كابتن الشخصي في هيثم عرابي؟ ممكن يكون فعلا خدم. انا ما اقدرش احكم على زمام الناس الا بما هو ايجابي. يعني كل الناس عندي شرفاء ما لم يثبت العكس. ما ده الاصل، ده بقى الفرق اللي بيني وبين الاستاذ خطاب كريم اللي هو اعلامي على مطوف، اللي قال لك صح بنسبه 100%، واللي عنده دليل عكس كده يا ريت يثبته. يعني الناس في النادي الاهلي كلهم بتوع سمسره وعمولات، واللي عنده دليل عكس كده يثبته. اول مره اعرف كده. يعني الاصل في الناس الشرف والنزاهه والامانه. اللي عنده دليل ان ده مش كويس يطلعه، ده اللي احنا بنعرفه. ابو كريم كيم الله يخليه. انا بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.